السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس. أسعد الله أوقاتكم جميعا أعزائي الطلبة، وتمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح. اليوم إن شاء الله راح نتحدث مع بعض عن أسئلة الرزمة الأولى كما وردت معكم، وهي تتناول قواعد الوحدة الأولى وكلمات الوحدة الأولى والثانية وكلمات الوحدة الأولى والثانية. طبعا ما ورد قطع عن الكتاب الأول في الرزم كلها باستثناء اللي هو قطع الكتاب الثاني Reading Plus، وهي محذوفة مع الطلاب لعام 2021. نبدأ مع بعض كما وردت هذه اللي هي أسئلة الرزم. طبعا عندنا الموديل 1 Worksheet زي ورقة عمل بسيطة، وزي نفس الشكل بيجي في الامتحان النهائي. بقول لك complete the following sentences، أكمل complete the following sentences، أكمل الجمل with the correct form of the verb in brackets، بالشكل الصحيح للأفعال بين الأقواس. طبعا عزيزي الطالب بدك تراجع كلمات الوحدة الأولى والثانية وقواعد الوحدة الأولى والثانية. طبعا قبل ما نبلش ونبدأ نحل في الأسئلة، بالنسبة لقواعد الوحدة الأولى تتحدث عن الـ present simple المضارع البسيط، الـ present continuous مضارع مستمر، طبعا الـ state verbs الأفعال الجامدة، طبعا think و have و look المستخدمة مع الزمنين، من ثم مضارع تام بسيط اللي هو present perfect simple، من ثم present perfect continuous مضارع تام مستمر. بالنسبة لقواعد الوحدة الثانية تتحدث عن infinitive or ing، أما الكلمات فبتعتمد على الطالب بشكل عام على حفظه. طبعا let's start with the first sentence، خلينا نبدأ بالجملة الأولى. بقول لي the floor is clean now، السطح نظيف الآن. I space just اللي هي wash it، معطيك بين قوسين just wash it. طبعا احنا نركز على كلمة just مش على كلمة now. just بتدل على اللي هو present perfect simple، اكتب عليها مضارع تام بسيط، فبقول I مفرد ولا جمع؟ طبعا ال I تصنف جمع، بقول I have just washed it، لسه تو غسلت اللي هو السطح اللي هي I have just washed it. طبعا the next sentence الجملة الثانية بقول لي how often، كم مرة؟ نعلم على كلمة often. often طبعا اللي هي زمن مضارع بسيط، وهنا جايب لها على شكل سؤال، الجملة على شكل سؤال. بدنا نقول how often do you go on holiday، كم مرة تذهب في الإجازة، كم مرة تذهب في الإجازة. طبعا do you go، طبعا you للفاعل جمع بياخد do في السؤال في المضارع البسيط، اكتب عليها جملة مضارع بسيط سؤال. نشوف جملة ثلاثة، بيقول لي I space no سناء and رانيا since we were at school، منذ أن كنا في المدرسة. نعلم على كلمة since. طبعا طبعا الفعل نو لو انت اطلعت على قواعد الوحدة الأولى، الفعل نو يعتبر من الأفعال الجامدة التي لا تأخذ ing، فعندنا الكلمات اللي هي زي since و nearly و for، كيف أميز بين التنتين، بين المستخدمة مع المضارع التام البسيط ولا مضارع تام مستمر؟ بدك تروح على الفعل نفسه. في بعض الأفعال زي feel hear know be، عندك have، هذه الأفعال لا تستخدم في المضارع التام المستمر، وإنما تستخدم في المضارع التام البسيط بالإضافة طبعا للstate verbs. فبقول I have known، I have known، I have known هو الجواب الصحيح. جملة أربعة the children are living، the children are in the living room، طبعا الأطفال بقول لي في غرفة المعيشة. they watch TV، طبعا الجملة هذه لو لاحظنا ما فيها كلمة دالة، لكن عندك هان اللي هو إنه الأطفال بقول لي في غرفة المعيشة، أكيد حيكون الآن. they are watching TV مضارع مستمر، اكتب عليها مضارع مستمر، وحاول تراجع قواعد المضارع المستمر من القناة أو من دفترك اللي هو متكون من am و is و are فعل و ing. they are watching TV. the next sentence جملة 5، جملة 5 بيقول لي رامي and ليلى، رامي and ليلى space married for 10 years، متزوجين لهم 10 سنوات. طبعا نعلم على فور، قلنا فور وسنس ونير المستخدمة مع الزمنين المضارع التام البسيط والمضارع التام
المستمر طبعا الفعل بي لا يستخدم مع المضارع التام المستمر، فبقول رامي اند ليلى هاف بين مارد، هاف بين مارد، اذا عشانهم جمع ونقول هاف بين. جملة 6 وي سبيس فينيش اور هيستوري بروجكت يت، نعلم على كلمة يت. طبعا يت مستخدمة في زمن المضارع التام البسيط present perfect simple، present perfect simple زمن المضارع التام البسيط طبعا، وتستخدم في نهاية الجملة المنفية والسؤال. بقول the headline is set for Monday، طبعا احنا هنقول we جمع we haven't finished our history project yet، طبعا راح ننفي ليش نفينا، لانه هي تستخدم في نهاية الجملة المنفية، حتى لو وضع لي نفي حتى لو وضع لك نط جنب الفعل انت بدك تنفي، لانه هي تستخدم مع الجمل المنفية. The next one I am exhausted، انا تعبان او متعب او مرهق. I space clean my room all morning، طبعا علم على كلمة all، all مستخدمة مع present perfect continuous مع زمن المضارع التام المستمر، فبقول I have been cleaning، I have been cleaning، طبعا تركيب المضارع التام المستمر اللي هو has و have مع been مع فعل ing، وانت لازم تكون عارف مين مفرد ومين الجمع. The next sentence الجملة اللي بعديها بقول لي look انظر، علم عليها look انظر. Your mom is in the garden، يعني طبعا امك او امك في الحديقة. She space water the flowers، she space water the flowers، طبعا بنقول she is watering the flowers يعني تسقي في الزهور، تسقي في الزهور. هذه الجملة اللي هي مضارع مستمر present continuous زي ما حكنا لكم تكوينه am is are فعل ing. sentence 9 جملة رقم 9 بيقول لي how long، نعلم على كلمة long، نعلم على كلمة long. space you live here، طبعا قال لي 5 years، 5 years هنقول how long سؤال، طبعا في question mark عندنا علامة استفهام، بنقول how long have you been living here، how long have you been living here. جملة 10 الجملة العاشرة طبعا اللي هو بيقول لي ماريا، وحط للفعل believe هو اللي هنعتمد عليه. the teaching online is not good for her، إنه التدريس عبر الانترنت ليس جيد بالنسبة لها، ليس جيد بالنسبة لها. طبعا الفعل believe هنعتبره احنا هو اصلا من الافعال الجامده state verbs. اذا بدك تعرف شو الافعال الجامده افتح كتابك راح تلاقيهم في مربع اصفر، وهي تعامل معامله المضارع البسيط اي لا تاخذ ing، فبقول ماريا believes، ماريا believes تعامل معامله المضارع البسيط في التكوين وفي النفي، في التكوين والنفي. نشوف the next sentence الجمله اللي بعديها بقول لي how many، نعلم على كلمه how many مهمه هذا الكلمه، اكتب عليها اللي هو present perfect simple زمن مضارع تام بسيط. طبعا الزمن المضارع التام البسيط زي ما انتم عارفين بده يتكون من ايش، من has و have زائد تصريف ثالث للفعل، فاليو جمع، فبقول how many test have you had so far. طبعا عندنا كمان كلمة تانية دالة على المضارع التام البسيط اللي هي كلمة so far، have you had، طبعا التصريف الثالث من have هو had، التصريف الثالث من have هو ايه had. نشوف اللي هو السنتنس اللي بعدها الجملة اللي بعديها عنا اللي هو 12 رقم 12 why، عندنا question مازال بدها تبدأ بيتش question why space you look at، طبعا عندنا نعلم على حرف الجر at hair like that، باقي الجملة يعني مش الأهمية الكبيرة، نعلم إنها question سؤال. فبيقول الفعل look و think و have طبعا من الأفعال المستخدمة مع زمن يعني المضارع بسيط ومضارع مستمر. طبعا علمنا الطلاب في الفيديوهات السابقة إنه لو أنا شفت حرف جر بعد look و think فهي تستخدم مع المضارع المستمر، فبقول يلا زي ما رجعت حتقول why are you looking at her، why are you looking at her.
The next sentence الجملة اللي بعديها بقول لي I space not think blue is the right color for hair. طبعا هنا أعطاني nothing اللي هي nothing، من نعرف إنه أيضا think من الأفعال المستخدمة مع المضارع البسيط والمضارع المستمر، فبقول I don't think لا أعتقد blue is the right color for hair. طبعا ما في حرف جر، يبقى بقول I don't think، أعطاك not think بقول not اللي هي don't think لا أعتقد لا أعتقد. In the next sentence اللي هي سامية بقول لي look amazing in that red dress. زي ما حكينا لكم ما في حرف جر، سامية مفرد ولا جمع؟ سامية مفرد، إذن بقول looks. سامية مفرد بنقول looks amazing، تبدو مدهشة بذلك الفستان الأحمر. آخر سنتنس في الأكمل الفراغ على الوحدة الأولى بقول لي mom have her breakfast. طبعا شو نعلم على كلمة breakfast lunch أو dinner لو كانوا موجودين، فبقول mom is having her breakfast. mom is having، طبعا زي ما حكينا لكم الفعل have think look هذه الأفعال مستخدمة مع الزمنين مضارع بسيط present simple ومضارع مستمر، فbreakfast lunch dinner shower هذه الكلمات تستخدم مع المضارع المستمر. طبعا هم بيعتمدوا على الترجمة، لكن من باب التخفيف على الطلاب انك تعرف معناها يأخذ ولا يتناول، ينظر ولا يبدو، يعتقد ولا ينظر ولا يبدو، يعتقد او يفكر، يعتقد او يفكر. نشوف السؤال اللي بعديه، مهم جدا هذا السؤال ودائما بتكرر في الامتحان، اللي هو الـ infinitive or ing form. infinitive or ing form طبعا بده يعني نستخدم يا اما to قبل الفعل يا اما نضيف للفعل ing بناء على الفعل الموجود قبل الفراغ. طبعا في افعال زي stop و remember اللي انتم شايفينهم هان، stop و remember مستخدم ياتي بعدها to والفعل مجرد او فعل ing. طبعا كيف؟ حسب معناها، لو كان stop توقف تام تاخذ ing، اما توقف مؤقت وبده يكمل فبتاخذ to. اما بالنسبه ل remember، remember تذكر شيء في الماضي بياخذ ing، اما تذكر شيء عليك القيام به بتاخذ ايش؟ to. نبدا مع بعض بالجمله الاولى. فبقول لي عندنا اللي هي الكلمة الدالة stop، طبعا بيجي بعدها زي ما حكينا كل اثنين. فنعلم على كلمة should، you should stop ينبغي عليك توقف، اللي هو توقف مازال في عندنا smoke تدخين وبشكل تام. you should stop smoking ينبغي أن تتوقف عن التدخين، it's not good for your health. توقف تام، توقف تام. بيكمل في الجملة تو بيقول لي we stop، أيضا عندنا الفعل stop، معطيك الفعل عندك stop إن نستخدمه to have ولا having a rest because we were really sleepy، نحن نعسانين، فبقول we stopped to have a rest. مازال في عنا بدنا نأخذ اللي هو قسط من الراحة، بدنا نأخذ قسط من الراحة، يبقى إحنا بدنا نكمل to have. Please remember bring your book tomorrow. طبعا هنا بقول لي please remember، لو سمحت please مع remember تاخذ to bring، please مع remember to bring your homework، يعني ما تنسى تحل واجبك غدا، ما تنسى تحل واجبك غدا. The next sentence الجملة اللي بعديها بقول لي فيها I remember، وإما نشوف كلمة I remember طبعا بتاخذ بعديها فعل ing، I remember going to the beach as a child عندما كنت صغير. The next هذه الأفعال اللي بعديها سهلة، هو ممكن الطالب يواجه صعوبة في هذه لأنهم بيعتمدوا على الترجمة، هذه المفروض الطالب يكون حافظها. زي جملة خمسة بقول you promise، طبعا الفعل promise من الأفعال التي تأتي بعدها to، فبقول to take the children to the cinema، promise to take وعدت تأخذ. طبعا would you like، طبعا الفعل like من الأفعال اللي هو الفعل like و love و hate من الأفعال اللي بيجي بعديهم to أو ال ing حسب اللي قبليه، إذا كان قبليه would بيأتي بعديه to، بدون would يأتي بعده ing، فبقول would you like to pay now or later، بدك تدفع الآن أم لاحقا.
The next sentence طبعا هنشوف حسن always keeps، هنعلم على كلمة keeps. طبعا الفعل keeps يأتي بعده فعله ing، فبقول keeps talking about his mother، استمر في الحديث عن أمه. keeps talking. The next sentence وركزوا عليها الجملة اللي بعديها، you should give up. give up طبعا وركز لما تكون ماضي give up using these kinds. طبعا give up من الأفعال اللي بتأخذ بعدها ويأتي بعدها ing. The next word أو the next sentence الجملة اللي بعديها طبعا حروف الجر preposition زي ما علمناكم. my brother is thinking of writing a book، بفكر في كتابة اللي هو كتاب. thinking of writing طبعا حروف الجر يأتي بعدها فعله ing. The last sentence آخر جملة have the men finished، هل الرجال أنهم طبعا finished الفعل finish يأتي repairing the roof. repairing the roof طبعا هنا اللي هي هناك مجموعة من الأفعال اللي بتأخذ to والing، في طبعا هنا يمكن مش حاطين اللي هي not to، دائما ركز عليها بتأخذ not to الفعل مجرد، ركز عليها وما تنساها. فيها بعض الأفعال بتأخذ ing بدنا نحفظها، في معظمها بتيجي في وسطها حرف الآي، في بعض الأفعال يأتي بعدها to الفعل مجرد بدنا نركز عليها كمان لا تحتوي على حرف الآي، لكن في بعض الشواذ. نشوف آخر سؤال عندنا في الورقة العمل. The last question بيقول لي choose، اختر الإجابة. طبعا اختر الإجابة الصحيحة، بيقول برضو على قواعد الوحدة الثانية. I was very upset and started. started من الأفعال هو started و continue و began أو begin. start begin continue من الأفعال التي يأتي بعدها to وال ing، يعني تنتين صح، لكن لو لاحظنا مين في التنتين صح من الخيارين، هنا to الفعل مجرد، to الفعل ing، إذا الصح to الفعل مجرد to cry. إذا start started begin began continue continued من الأفعال التي يأتي بعدها إيه اللي هو الاثنين، لكن بدك تركز مين فيهم الخيار الصحيح. The next sentence بيقول لي my friend has a lot of books he enjoys، نعلم على الفعل enjoys اللي هو عندنا الفعل enjoy يأتي بعده فعله ing reading، بدك تكون حافظه. The next sentence they'd hate، تركز على حرف الدي مع hate و love و like. طبعا بدك تركز على الدي. did hate to start، did hate to start. طبعا بيختلف عن الجملة اللي بعديها، لو جاب لك اللي هو تقرأ الجملة الفعل تلاقي الفعل like طبعا بدون would. do you usually get up early؟ yes I like getting up early، هنقول getting up early getting up early. اذا اللي هي love و like و hate بدون would بيأتي بعدها فعل و ing. اخر جملة اللي هو الفعل decided، I decided to get اللي هي something new for you، يعني قررت ان اجلب لك شيء جديد لك. هذا بالنسبة لأول ورقة عمل في الرزمة الأولى، أول ورقة عمل في الرزمة الأولى. طبعا راح نكمل حديثنا عن اللي هو باقي الرزمة اللي هو موجود فيها كلمات، كلمات الوحدة الأولى والثانية، وحنتكلم إن شاء الله المرة الجاية عن قواعد برضو حروف الجر المركب، كلمات المركبة في الوحدة الأولى والثانية اللي فيها بتشتمل على أن، وراح نتكلم إن شاء الله عن قواعد أيضا الوحدة الأولى والثانية في فيديو تاني إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس، تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح.